كوب من الزيت، ملعقتين من الطحين، ربع كوب فلفل أحمر مطحون، كوب صلصة بندورة، كوب ونصف كوب من الماء، ملعقة كمون، نصف ملعقة من البصل المجفف والثوم المجفف، بدنا ملح فلفل، دجاج بدنا 3 صدور دجاج مسلوقة، ونصف كوب كزبرة، كوب جبنة شيدر، وكوب جبنة موزاريلا، وستي من خبز التورتيلا، ملح وفلفل. أنا رأعطيك هسه شغلتين تشتغلوا مش واحدة. البصل أحركه. لا مش بصل في أول حلقة. مش بصل اليوم؟ ما في. أول شيء بدنا نعمل صلصة إنشلادة. أنا قاعد بقول إنشلادة. بدنا نسوي صلصة الإنشلادة. تمام. أوكي؟ بسم الله. نرفع طنجرة على النار وبنضيف يا حبيبي يا سمير الزيت. يا أبو طه الزيت، ورايحين نضيف مباشرة وراء الطحين، وبدي إياك تطبخ الطحين مع الزيت على الهدى عبين ما أخلط أنا. تمام. الدجاج إن شاء الله مع الكزبرة. أبشر. والجبن هاي حرك فيه شوي أوكي. حتى يبلش يطبخ، بعدين بنضيف له باقي المواد هون على جنب. هو أخوي أبو طه عم بحرك الطحين والزبدة، عندي دجاج مسلوق كامل سلق كامل، وبعدين فتفت الدجاج وصار جاهز عندي إني أضيف عليه أي شيء بدي إياه. هاي شوية طحين كمان. هون رحين نضيف الفلفل الأحمر. انتوا طبعا سووا خليط بين خلينا نحكي الحار والحلو مشان ما يكونش حار كثير. ايوه رايحين نضيف رب البندوره. يا عيني يا عيني يا عيني، عندي بصل بودره. تمام. وعندي كمان ثوم بودره، شويه كيف الريحه روعه، فلفل اسود، وهي كمان شويه من الملح، البابريكا في بابريكا، وشويه من الكمون ولا الفلفل الاسود. ايوه الان بدنا نضيف شوي شوي مي ونحرك يا اخوي ابو طه مشان ما تتكتع، مشان ما الريحه ما تطيب. اها حرك حرك يا اخوي يا ابو طه حرك، بس اسحب قميصك بدناش بعدين. طيب ماشي ماشي نغلب ابو طه يقول لك شف نضال، نضل نحرك حتى يذوب بعدين بنضيف له مي شوي شوي. انا عندي هون الدجاج حبيبي جاهز، رايحين نضيف الدجاج هون المسلوق والجاهز، رايحين نضيف عليه كمية من الجبن كمان، ونجيب شوية من الكزبرة نفرمها. طيب إذا الفرن بيكون مسخن على حرارة 180، بجيب عندي جاط فينا نفوته داخل الفرن. عندي هون هاي الجاج، وعندي خبز التورتيلا. طبعا خبز التورتيلا بيجي جاهز وفينا نسويه بالبيت إن شاء الله، هتشوفوا وصفته قريبا على صفحتي. نحط الدجاج هون، هاي عندي هون الدجاج مع الجبن، باخذ كمية منيحة بدخلها داخل خبزة التورتيلا زي ما انتم شايفين، بنعملها بشكل رول وباخذها بحطها داخل جاط اللي بدي ادخله على الفرن. هاي صلصة الانشيلادة صارت جاهزة، وعندي الجبنة كمان جاهزة، والفرن عندي جاهز. مولع. بسم الله الرحمن الرحيم، باخذ هالصلصة المرتبة وبضيفها وين؟ على يا ويل قلبي ويلا، لا ما في هاي، يا ويل قلبي هاي دراما دراما ابو. بدنا نجيب هالجبنه، جبنه شيدر وجبنه موزاريلا، ونضيف عليها وندخلها وين يا سمير؟ على الفرن ان شاء الله، ونطبخها لمده تقريبا يعني مش كثير، بس الجبنه تذوب لانه كل شيء مطبوخ عندي وجاهز، وصلصه سخنه نسخنها يعني بس يذوب الجبن شوي تتحمر او بجاي تتحمر. تتجانس هيك. يا عيني عليك، عجبني المصطلح تتجانس. نعم. احسنت يا سمير. نعم. اذا هون بدنا تقريبا ربع ساعة زمان، اقل اكثر شوي حسب الفرن اللي عندكم، على حرارة 180 ونطبخها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.